بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بإذن الله سوف نتعرف على درس جديد وهو حجم الأسطوانة. طيب حجم الأسطوانة، هنا أنا عندي قانون راح نمشي عليه في لإيجاد حجم أي أسطوانة. طبعا احنا عارفين أن الأسطوانة قاعدتها دائرية، لها قاعدتين وراح تكون على شكل دائرة. طيب الحجم هنا عشان أوجده راح نقول طا في نصف القطر تربيع في الارتفاع، اللي هو أساسا القاعدة في الارتفاع، بس هنا قاعدة على شكل دائرة ونحسب مساحة الدائرة. طا في نصف القطر تربيع، تتذكرونها؟ فعشان أوجد مساحة الأسطوانة راح أقول طا في نصف القطر تربيع في الارتفاع، خلاص هذا هو القانون. طيب تعال نطبق. أعطاني هذه الأسطوانة وقال أوجدي مساحتها. أول خطوة دائما نقول لكم اكتبوا القانون. طيب نكتب القانون، الطاء اللي هو قيمته 3.14 ضرب نصف القطر، نصف القطر هنا 5 تربيع، ضرب الارتفاع الأسطوانة اللي هو 3.83. طيب راح نضرب كل الثلاث أرقام هذه في بعض، راح يعطيني الناتج. لما تضربينه بالآلة أو تضربينه بطريقة يدوية راح يعطيك الناتج 651، ونقرب إلى أقرب عشر يعني .9، نقرب الثمانية هذه إلى 9. خلاص إذا حجم الأسطوانة 651.9. ما ننسى القياس المستخدم في الصورة، وما ننسى نضع، بما أن حجم نضعته كعيب. خلاص تعال نأخذ أيضا مثال آخر يقول لك إذا علمت أن ارتفاع مقياس كمية الأمطار المبينة في الشكل أدناه يساوي 13 وقطره يساوي 3، فما كمية الماء التي يتسع لها المقياس؟ يعني المطلوب مني إيجاد حجم المقياس هذا. خلاص طيب أول خطوة نكتب القانون، بما أنها عندي على شكل أسطوانة نكتب القانون. طيب كتبنا القانون، نجي الآن نعوض. الطاء 3.14، نصف القطر مو موجود هنا، أنا عندي القطر كامل 3. طيب كيف أوجد نصف القطر؟ أحسنتم، نقسم 3 تقسيم 2 راح يعطيني 1.5. إذا نصف القطر يساوي 1.5. طيب نصف القطر يساوي 1.5 تربيع ضرب 13 اللي هو ارتفاع الأسطوانة هذه. طيب لما تضربين الثلاث أعداد كلها في بعض راح يعطيك الناتج تقريبا 91.9. وما ننسى القياس المستخدم هنا، القياس المستخدم سنتيمتر، وما ننسى التكعيب. كذا يكون خلص درس اليوم.